بكل وضوح بكل وضوح مع بروفيسور المامون مبارك دريبي. الاسم ديال الاب والام باش كيتصرفوا الاخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه غيدخل سلحفاه غيبقى سلحفاه. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. تحت هي جهاز المناعه النفسي. جهاز المناعه النفسي هو الاب والام من 3 سنين فوق عندهم الحق في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوه شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي ياتيكم من الاثنين الى الخميس من الساعه 6 الى 8 مساء. بكل وضوح برنامجكم المفضل. غادي يقرا 7 سنين الابتدائي، غادي يقرا الاعدادي، غادي يقرا الثانوي، غيدخل الجامعه، غيتلاقاه نفس المعلم اللي 15 سنه من قبل سولو قال لي ما غايتك من العلم؟ قال لي غايتي أن أكون عالما. قال لي وصلت لها؟ قال لي لا يا أستاذ. قال لي باش عايش؟ قال لي ديون، أمي كتاخذ ديون. قال لي تريد أن تصبح عالما بالديون؟ إذن أنت جاهل، سير حيد أمك من ديون، سير حيد. شتي الشابة اللي عيطتنا من فرنسا الأسبوع الماضي اللي كتبكي ما قادراش تبقى في فرنسا، ما قادراش تقرا؟ تخيل كون كانوا والديها ما خدوش كريدي باش صيفطوها، كون والديها هذاك الفلوس جامعين باش يديروا لي عرس. وعيت لها باها بعد ما نجحت في ديك الجامعه وقال لها بنتي الفلوس راه جامعه باش ندير كارتك. دابا العرس باقي بنتي بعيد، قريت كي الاولى انت فكر حبيبي باش تصرفي فلوس كدور رزقك هاك. درت بحال قلت في الحساب 35 مليون 40 محطوطه، غتجي واحد 8 ملايين في العام لكل سنه جامعيه. الوالد ديالها حاسبها 4 سنين زائد طيار باش تمشي وتجي، كل شيء مضبوط. ما قالش ليها شوفي نقول لك حداكي، ما درتش بحال هكا. لا قال لها بنتي فلوس، ما قالش ليها 40 مليون، لا 40 مليون عادي. علي تسمعهم كيحسبوا بهذاك مليون، اللي سمعتك مليون هربي شحال 40 مليون، تسمعي مليون شدها بقعته هربي. اذا دابا هنا الامنيه ديال لالا جليله، الامنيه ديالها انا ما داويش في العلاج البنت ولا مرض البنت، انا ما عنديش معلومه. كاين خبراء كيعرفوا احسن مني وتيعرفوا يشخصوا وتيعرفوا يعالجوا، ماشي هذا المقصود. مقصود عيطات انا الزاويه ديالي كندخل في اي شيء. شتي والله واخا يكون قلت لكم الصلاه ندخل عندها وطل القران. واحد السيد جاء عندي، مرته مرضت واحد المرض شويه، هذاك المرض نفسه جا لبنته الكبيره والمرض نفسه جا للبنت الصغيره. واحد ليختيكير، واحد الحبوب رقيق كيما تفاجئ كيسمى ليختيكير، كان العيالات تاع ديك الدار عندهم حساسيه ماشي حاجه. الاختصاصيين ديال لي ديرماتولوج ما لقاوش سبب، ما لقاوش، داروا التيست ديال الحساسيه، داروا كلشي. قال لك ودي اوريجين انكون، هذا ما عندك ثلاثه ديال الاناث في البيت وانت راجل واحد، هالمرض نادر انكونو جا عند البنت جا عند الصغيره. واحد قال لي ودي اون بو سوبسوني، قال لي كنشكو في شي حاجه كي بوغي اتر اوريجين بسيكوسوماتيك، شوف شي حاجه تكون عندها شي بعد نفسي بسيكولوجي شي حاجه. مشى لعند سبيساليست، ادى مراه البنت وبنته صغيره ومرته وتيقلبوا ما لقاوش شي غيزون بسيكولوجي. قال واحد النهار يجي عندي، جا عندي كيقول الكاتبه عندي واش غيشوف مرتي هي الاولى ولا بنتي هي الاولى ولا الصغير الكبير الكره هي الاولى ولا الصغير هي الاولى. قلت ليه هو الاول. قلت الكاتبه قول لي انت، قال لي علاش انا ما عندي والو. قلت له يا سيدي انت اللي اتصلتي ماشي هما، ما اتصلش مرتك تاخذ معي، ما اتصلش بنتك، ما اتصلت صغيره، انت اللي عيطتي. اذا ملي انت عيطتي انت عندك غرض. انا كيعرفوا شي هضروا المغربيات كيعرفوا عيطوا التليفون، تعرف تشري لك ارض وتبنيها كاع. اذا انت عندك غرض بغيتي تجي انت بلا مرتك بلا بناتك جي، ما بغيتيش انت تجي ما غنشوفو لا مرتك لا بناتك. هو يجي مكره، راه باغيش يجي، جا. اش قال لي في الاول؟
قال لي انا استاذ جامعي عندي الدكتوراه في كذا وكذا وكذا. وانا سولتك باش تقول لي؟ ما سولتكش. ماشي رايحه وما رايحه وما نسقيو تقولوا كيف طوير حتى نقولوا لي فو طويل باغي ينفح جات البلاد في اليوم بغى يضربوا البرد. مزيان بلاك كنذكر معاه انا كنذكر معاه وكنشم ريحه خانزه طالعه من جوفه ريحه خانزه. قلت ليه شريف واش عندك شي درسه مسوسه؟ قال لي لا. قلت ليه واش فيك الحلاقم؟ قال لي لا. قلت ليه واش عندك شي مرض في حلقك ولا في المعده؟ لا. ليش كتسولني؟ قلت ليه ريحه خانزه طالعه من فمك. قال لي راه حتى السيده مرتي كتقول لي هاد الريحه خانزه ولكن ما كنتيقهاش لانه كتشمها غير هي. قلت ليه وقيلا مرتك سولاد بنتك الكبيره قالت ليها واش بنتي كتشمي في باك شي ريحه؟ قال لي يا استاذ بصح الكبيره قالت لي انا نفس الشيء. اش قلت؟ قلت وقيلا غيمها عمراتها وجعلتها حتى هي تاخذ نفس الفكره. ما تقبلش. اذا قلت لي دابا بنتك ما مستقلاش في الراي ديالها، بنتك رايها من امها. والصغيره دخلتي على الخط قالت الصغيره وقلتي انت نفس التاويل. قال لي وهذا النيت صراحه استاذ راه الصغيره حتى هي تكون اثرت عليها اختها وامها ثلاثه. قلت ليه وانت ما حاولتيش يثير انتباهك ان ثلاثه العيالات اللي كيحبوك اللي هي زوجتك وبناتك شنو باغين يجرحوك؟ باغين لا ربما عطيهم غير نسبه 1% حقيقه و99 ما هياش. قال لي لا ما يمكنش. قلت شنو جايك متاكد؟ قال لي حيت انا من 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 الصالحين. قال لي الله وما علامات ذلك؟ قال لي كنختم السلكه كل ليله. قلت لي معلم. قلت لي معلم عليك اللي حلم سلمي يختمها كل ليله. راه سولوا الناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يختموها في ثلاث ايام والامام مالك افتى في ذلك. قال لي ولو تقدر. قلت له ولو تقدر لان قلت له ملي مشى السيد اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام وقال له يا رسول الله بغيت نصوم قال له الاثنين والخميس قال له اني اتوق اكثر من ذلك قال له نهاريا نهار لا قال له اني اتوق اكثر من ذلك يسول العلماء شنو قال لي. واخا سمحت تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. تفضل استاذ مازال عندك شيء اضافه باش نواصلوا بالنسبه الجليله؟ فهنا اللي مهم ما هوش نبقاو مركزين على مستقبل البنت غيضيع عندها معدل كبير وما قدات به والو. شنو هو اضطراب المزاج؟ هو الطفل الصغير كنردوا ليه البال من 3 سنين من 4 ملي كتسالي كنبداو معاه في الخدمه من 3 سنين تسالي مرحله ديال الرضاعه والمرحله ديال الخروج من العلاقه الانصهاريه كندخلوا معاه في الشغل من 3 سنين وحنا غاديين معاه 12 عام. فين غنوصلوا؟ انه ما يتفزعش امام اي صعوبه ما يفقدش التوازن ديالو قدام الصعوبه والفشل ما يكرهش الحرمان وما يخافش من الفشل. وتخيل من 3 ل 12 عام خصنا نوصلوا ليه هذه الثقافه هذه. اذا ملي كتجي عندك بنتك في 6 سنين و 7 سنين مازال ما عارفاش تكتب ما عارفاش تحسب و تبكي وكتدمر اش كاينوا يديروا الامهات والاباء؟ كيمشي على الاستاذ الدعم وتتشمر الام وكتدخل البيت وتبقى تحفظ في ديك البنت الحساب وفي ذاك الولد الحساب. ولكن ما كردوش البال انا خصنا نقول ليها انت راه عندك صعوبه حساب ولاني راك رافض انك تكون ما كتعرفش راك مقلق حيت واحد اخر انت يعرفو وانت متعطر واحد القدر معين من التوتر من الستريس خصني نخليه لان هذاك هو اللي كيربي فيه العزيمه واللي كيعطي المحرك واحد القدر. ولكن تصبح في ولدي قرحه ونطمئن وانا كنشوف بنتي ولا ولدي في 4 و5 و6 كاره انه يكون امام صعوبه كاره وهو ان راني حاط قدام صوب عيني الصعوبه ديال الدراسيه حاطها
ولكن عرف بأن القدرة العقلية بلا القدرة النفسية ما كتسواش، خصهم يمشيو بجوج، العقلية والنفسية. لأن شحال من راك يعرفوها الناس في لونطريمون ديال الجيش، شحال من 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 جندي همام ولا تحاصر تقتل راسه. يلا ها هو الشجاعة والهمم، اللي حاصروك تقتل راسك، اللي حاصروك تقتل راسك. إما استسلم مقاد وإما تتقاتل مقاد تك تموت. أما باش تدور القرطاسة لراسك سهلة. فواحد الواقعة كان واحد من الجنود المسلمين في واحد المعركة، وجاءوا الصحابة كيتباهوا به عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إنه من أهلي النار. الصحابة حاروا، قالوا هذا الرجل هذا كي يجاهد مع المسلمين، تيقاتل العدو، كي يندفع، والنبي صلى الله عليه وسلم تيقول إنه من أهل النار. في العشية تاع ديك المعركة تضرب الضربة الأولى، تضرب الضربة الثانية، شد السيف ديالو دوروا لنفسه قتل راسه. فجاءوا الصحابة كيجريوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلان راه انتحر، قال لهم إنه من أهل النار. فاحنا اللي كيهمنا المسلمين، إلا كنا مسلمين حرار، اللي تيهمني في هذيك اللحظة في الحاضر، نحن عندنا الحاضر ها، وعندنا المضارع، وعندنا المستقبل. اللي تيهمني في الحاضر هو مستوى ديال العذاب والألم ديال البنت. بنتي لاحظت اللي مشيتي لهذيك المدرسة وقع الفشل، ومشيتي لهاد الجامعة وقع الفشل، بنتي كاين شي حاجة ما هياش، الله يعطيك الستر بنتي، غتحبسي القراية، تحبسي. واش غنديرها ماما؟ ها ماما قراية يا مستقبل. الله يرضي عليك بنتي، الله يرضي عليك. أنا دابا عندي طالب من الأوائل في أكبر الجامعات في العالم، جلطة دماغية مابقاش قادر يقرا، واش غندير دابا؟ ندخل الجلطة دماغية نحيدوها؟ وقالوا الخبراء داروا العملية، ولكن ريسك دو ريسيديف، كاين ريسك، ان ريسك الفي. اذا لاحظتي ملي كتكون في واحد العائلة ما عندهاش ثقافة الفشل، وانا كنقول لكم الفشل راه رحمة، لان اللي تعلم من الفشل ديالو غيمشي لواحد العين اخرى غينجح فيها، وحاضي البلاصة اللي كينهار فيها. اما اللي ما عمره ما فشل، هذاك الله يستر غيتعلم في مرتو في ولادو، هذاك غير يعطب ولاده، لأنه هو ما عمره فشل. نجاح الفشل كيعطي التوازن، كيعطي الميزان، الله يرضي عليك، كيعطي الميزان. شو دابا اللي كيسوق مقاد؟ اللي عنده الذكاء الوازع. ومن هم أهل الذكاء الوازع؟ نحن في الفكر الإسلامي راه عندنا أنماط، احنا بحال اللي لقاهم هو القادر، احنا عندنا المدبر، عندنا الحكيم، عندنا الوازع، عندنا المتأمل، عندنا أنواع أنماط. فأهل الفكر الوازع هو تيقول لك شفت في برنامج بأنه كذا وكذا كتعطيه هادي، شفت في البرنامج كذا وكذا كتعطيه هادي، أنا ما غنسوقش ما غاديش نجرب. هذا أهل الوازع، يستفيد من تجارب الفاشلة الآخرين. أما المتهور اللي بغي يجرب تيقول لك ويلي أنا راه عندي البنوات أونتي ديرابون، والشتا ما يدي مني ما تجيب، وأنا غنسوق بالسرعة. وملي كتوقع لي الحديثة وتيفيق بواحد الرجل معطوبة ولا بواحد الكتف معطوب، اش كيقول؟ وامي ومالك ما قلتيش وامي قبل ما تدير هذيك الحماقة اللي كنت كدير مالك؟ لأن ما عندوش الفكر الوازع. فالفشل رحمة إلا عن صحاب الفكر الوازع، اللي محتاجينش يفشلوا باش يتعلموا، ولكن إلا قدر لك الله الفشل كتعلم. إذا دابا هنا لالة جليلة في أنها عندها بنتها جابت معدل مزيان، راه هي والبنت حلموا داروا واحد الحلم بهذه المعدله، ماما غنقدر نمشي نكون مهندسه بالمعدل، نقدر نكون طبيبه ولا نكون كذا، داروا حلم. هذاك الحلم بغاو يجسدوه. البنت الام ربما مسكينه بقاتش شد الحلم، ولكن ولادنا راه كيتبعوا النظره وكيتبعوا الامنيه ديالكم، كيتبعوا الغايه. اذا هنا خصني نعاود انا الام ندخل في البلاصه اللي فيها الحلم، ندخل لها الضوء والشراج بحال اللي كنخملوا. باش غتخمل الا ما كانتش عندك القوه تزعزع؟ وملي غتدخل هي تخمل تما، لان علاش هما لي باثولوجي كيحتاجوا ادويه
وكيحتاجوا اون ثيرابي كونيتيفو كومبورتمونتال. علاش كيحتاجوها؟ لان الادويه غير كتحيد الاعراض الجانبيه للاضطراب المرض، تبقى يعاود نفس الهضره ويفيق في الليل يبدا يضرب واحد الضفار ولا شي حاجه، هذيك الادويه كتسترخيه، كتخدم على واحد لي نورو ريسبتور وكتجعل لا ستركتور ديال واحد الداخل تهدن. مي ديكو لي في غير الفعال ديال الدواء كتنقص، تيترجع هذيك لا ستركتور. شكون اللي غيجاوبها؟ كيجاوبها الفكر. علاش كيديروا هما اون تي سي سي، اون ثيرابي كونيتيفو فكريه كومبورتمونتال سلوكيه. هذا غنقولها لها بالدارجه، خصها تدخل في بنتها. ها بنتي الله يرضي عليك، استرحي تريحي، وليني انا كان عارفك راسك قاصح، ما تتقبلش الفشل لانك تعتبره الا فشلته بحال انهزمته. وتقول لها بنتها علاش كتدوب الجمع، شبهتي يا بنتي امك ولا باك، الله علم هذا راس القاصح من جديه. لاننا المسلمين امه سمعنا واطعنا، ماشي سمعنا فكرنا اخترنا ثم اطعنا، سمعنا الامر ننفذ الامر. ثم جربوها العلام اللي الشريف الله يرحمه الحسن الثاني نادى على المغاربه، سمعوا النداء خرجوا. النهار اللي الشريف محمد السادس دار المسيرات، ماشي المسيره وحده، المسيرات نادى على المغاربه خرجوا، تعليم التجاره الفلاحه خرجوا كل شيء. فهنا هنا خص البنت تشوف امها تتعلمها على شنو هو هاد المشكل ديال الشخصيات المضطربه، لي تروب دو لا بيرسوناليتي، شنو هو الحل لهم؟ شنو هو؟ انك ترقى قدام هاد لي دي بيرسوناليتي اللي فيهم لي تروب، قدام هاد 10 ترقى الوحده سليمه ياك، حيت الا عندك 10 لي تروب في لي بيرسوناليتي 10 تخاف على راسك تقول انا لا سلكت ما داش نطيح في هادي، خصك نطيح في 10 زاد لي تروب دو ريمور شو شحال، زاد عليهم اللي تخوف في الكومبورتمون لا كوندويت شو شحال، كي غتسلك؟ اذا كاين هنا واحد الشخصيه سليمه خصني نطمح ليها، ياك انا سنه فين هي؟ عندها شي سميه؟ لقيتيها في شي مانويل دو بسيكولوجي كومبورتمونتال؟ ها انت خذ وقتك وقلب في جميع الكتب ما تلقاهاش الا في الفكر الاسلامي كاينه سميتها الحال. وما هو الحال؟ هو حال رسول الله، كيف يصل إليه المؤمن؟ أنا فتحت قوس غادي نرجع نجاوبك على الأسئلة ما تخلعيش، ما نسيتكش. هو الحال، حال رسول الله، مات النبي صلى الله عليه وسلم، توفوا الصحابة، توفوا التابعين، نطرحوا السؤال لسيدي ربي، يا ربي بغينا الحال، يقول لنا سورة لقمان في الآية 15، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهذا اللي عندي بها الغرض، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم غيعطينا مؤشر آخر في سورة ياسين في الآية 21، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم غيعطينا دليل آخر في سورة الكهف في الآية 17، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أو أعطى ثلاث مؤشرات، تبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون، مؤشر الأول، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ده نفس صيغة الجمع، ونبهنا المال، ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نطرح سؤال على الآية، والذي لم تضلله يا رب وكان مفتونا أو مبتلى هل نجد له وليا مرشدا؟ لأن صيغة النفي جاءت في الذي يضلله الله، من ومن يضلل فلن تجد له، إذن المفتون المبتلى هادو ضلهم المجتمع أو أنفسهم، أما اللي أضله الله تقدر تلقاه ناجح، سلوك طيب، مال وافر، عقل مدبر، إلا في مقام الهداية يفزعك. عرف الهداية باش يردك لله ورسوله، غادي يردك إلى
المسجد غيصلي معاك، ولكن غير ردك الى نفسه او الى احدى من ينوب عن نفسه. ولكن في لابارونس راه غتلقاه ثقيل معاك، عندك تحب المدير هو ذاك اللي في البار كيشرب شراب ولا كيزني، هذاك راه اما مفتون يا اما مبتلى. اما من يضلل كتلقى عنده القرار، كيتصرف في العباد، كيتصرف في الفلاحه، كيتصرف في المال، كيتصرف وناس كيشكروه وكيدعيو ليه تيقولوا لي هذاك غتوصل مع الهدايه. ما معنى الهدايه؟ غير عطينا الله مثال بقارون. فرعون قال لنا عليه شوي غرقناه وانجيناه، وقال الله انجيناه بدنيه. هامان قام مدوي عليه وهو راه واحد الظالم منه، ما كاين هامان ما دواش عليه كاع، ما قالش لي كاع اش دار لي. تخيل هي راه الدوله ديال فرعون قائمه بهامان وجنوده، ما دواش لينا عليه كاع الله، ما سوقش لي كاع، ما داروش الحساب. وتخيلوا كأن تدوي على الجيش ديال 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 روما. ولكن شخص من بنو اسرائيل سميته قارون غيدول عليه، اش قال لنا؟ خسفنا به وبداره الارض. شفنا بقى قارون الناس اللي خدام معاه وكيتبيعوا ويشريوا معاه اش كانوا كيقولوا عليه؟ كان شي واحد عارف بانه من اهل الضلاله، هو غعتنا الدليل انه جاوا صالحين ديال بنو اسرائيل مشاو عنده قالوا ليه يا قارون عندك تغر ويشدك الكبر، لان شنك عندك تجاره ما كتفلش، وشن عندك اموال طائله، وشن عندك تغر، ان لك هذا الشيء وصلتي ليه، ها هو غيضرب العنعانه عوض ما يطلعها الفوق هو يقلبها لعنده. قال هو عن علم عندي. اها عندك يوم من اللي نسبتي هذاك الخير كله، حيث هو نبي الله موسى السول، وسيدنا موسى قراهم سول سيدنا موسى قال له يا ربي كيف أشكر لك نعمتك؟ قال لي أن تعلم أن أصلها من عندي. أفضل شكر النعمة مش هو فقط تقول الحمد لله شكر لله، هو تعرف بأن هذه النعمة اللي بيا، كيقولوا المسلمين يا ربي كل نعمة أصبحت بيا أو بأحد من خلقك فهي من عندك يا ربي، وكل نعمة باتت عندي أو عند أحد من خلقك فهي من عندك يا ربي. وكان عرفوا هذه المعلومة علم اليقين، يجي عندك فلان يقول لك الباترون ديالك اللي عطاها لك، ولا تجي عندك امك تقول لك اولادي انا اللي دبرتك فيها، قول لها ميمتي والباترون ديالي والاخر انتم الاسباب وهو صاحب التدبير. شتي هنا فين تقاس؟ مشى قاس قارون هذا البلاصه هذه، شطر عليه خاسفنا به وبداره الارض. اذا هاد الشخصيه اللي حنا باغي نمشيو ليها باش تهربنا من هاد الشخصيات المضطربة اللي حنا اليوم فصلنا لكم جوج، وغنزلوا نفصلوا ثلاثة وأربعة وعشرة ونزلوا نفصلوا آخرين، أن خصك واحد الشخصية مثلى. هاد الشخصية المثلى ها هي راه هي الحال، والحال تدرس الله الله لا فرحتي به يبقى عندك ديما، غتشدوا اثنين يهرب لك ثلاثة، تشدوا الأربعة وأنت على هذاك الحال تابعه هو يهرب وأنت تابعه، حتى راه كيكتمل عند عباد الله، كاين بعض العباد الصحيح كيكتمل عندهم، ولكن قليل جدا. لما كنقول هادشي كنقولوا للشباب، لأن كثروا عندنا الزوايا، كثروا عندنا الاجتماعات واللقاءات، وصبح كل شيء شيخ، كل شيء يدير شد على راسه، كل شيء يدير واحد اللحية. شوفوا المؤشر اللي عطانا سيدي ربي باش تعرفوهم، تعرفوا الصالح تبعوا من لا يسألكم أجرا. يا الشباب كل واحد يقول لك ساهموا باش نديو لشيخنا كذا، عرف قضية مفضية تما البلاصة ديال العفة والوقار، هي نتلاقاو على ذيك الله، نتلاقاو على الصلاة، نتلاقاو على العبادة، على خير البلاد. ما تقول لي يعطيني، ما تقول لي يجمع لي، ها وحدة. جوج، تبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثالثة، باش كتعرفهم أنهم سلالة، كتلقاهم هما فوق منهم وريدهم كانوا بحركك، فوق منهم جدودهم كانوا بحركك، فوق منهم جدودهم كانوا بحركك، كتلقى واحد الشجرة دار 400 ولا 300 عام، هذاك اللي مقرد على البارح رفض ها وخرج بدا كيرشد وكيجمع الناس وكينصح، هذاك صبر معاه ثلاثة ديال الجينيراسيون، ما تكونش معاه حتى، كون معاه ولد ولد ولده وشوف معاه هو كيفاش داير. إلا ولد ولد ولده صدق عرف بارا صدق، إلا ولد ولده طفص عرف راه هو مطفص. مازالين موصلين برنامج بكل وضوح بعد الفاصل، لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. نواصلوا باقي المكالمات معنا. ياسين من سلا، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ياسين. لاباس عليكم. الله يبارك فيك. كدير أستاذ؟ مرحبا لاباس، الله يبارك فيك. لاباس عليك. مرحبا بخير وعلى خير.
سنة سعيدة. شكرا ولدي ياسين، بارك الله فيك. كل سنة وانت معنا، وكل سنة وانت بخير وعلى خير. بارك الله فيك سي ياسين، شكرا. الله يخليك لينا. مرحبا، بارك الله فيك، أحبك الله ورسوله. أستاذ واخا ما عطاش نقول لك، راه ما نقدرش نوصل لك على ألو. قطع الخط ياسين، عاد ذكرنا يعني، نتمنى أن ترجع تواصل معنا. نتمنى ياسين ترجع تواصل معنا، ناخذ مكالمة أخرى. إبراهيم من سطات، ألو. السلام. وعليكم السلام، ورحمة الله سي إبراهيم. أستاذ جيمي. مرحبا سي إبراهيم. مرحبا سيدي. الله يكبر بك، مرحبا بك. الله يكمل لك أستاذ. يا ربي يا محنا، وأنتم جميعا مسلمين إن شاء الله. قلت لك استاذ غنطلبك واحد الطلب وسمح لي. مرحبا خويا، الا قدرني الله علاش لا. كنتسنى كلامك وكنسمع كلامك، تبارك الله. مرحبا بك. الله يرحم منا رباك. يا ربي امين اخويا. انا راه درت 20 عام ديال الحبس. لا اله الا الله. ومني خرجت دخلت. شحال في عمرك دابا؟ دابا تقريبا شي 40 سنه. الله الله، مزوج كاين شي وليدات؟ دابا كنعرف الله استاذ. لا اله الا الله. الله يخلي لك خواتا بخوك. شوف غادي ناخذ الهاتف ديالك ياك. وغنتصل بواحد جوج جمعيات كنعرفهم كيعتنيو بتتبع السجناء بعد ما كيقدموا اعاده الادماج ديالهم فعلا. فغادي ناخذ الهاتف ديالك وغادي نتصل بهاد الجمعيات. صبر معايا شويه الوقت سي ابراهيم، ريتما نقاد المعلومات ويتصلوا بك باذن الله. يتصلوا بك. الله يخليكم ويخليكم. يا لا اله الا الله. لا تعرفني دابا ما عطينيش استاذ. وخويا ملي تقلتي ام خديجه راه ما عرفت كتعرف امي. الله يخليك تكسر هذيك العيون، الله يخليك جميع العائله. لا اله الا الله، عارف العائله. شكرا خويا. مرحبا سي ابراهيم، شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. ناخذ مكالمه اخرى معنا. حبيبه من الرشيديه. الو. السلام عليكم. حفيظه. مرحبا لاله. مرحبا. مرحبا لاله. السلام الدكتور. مرحبا لاله. السلام. انا بغيت نقول لك اختي الله يرحمها لي، الله يجازيك بخير، اللي كنتي مساعده الله يفرحك ويرحم الوالدي. فحالاش؟ انا المشكله كما كتقول من العلم عطوب. لا اله الا الله. والله جاب الله، راه مزوجه وداك الشيء اللي كتقول العمليه دويه داك الشيء، وجاب لي الله وقعت لي شي حادثه. فحالاش؟ وقعت لي راجلي هو الاول بعدها 3 سنين هادي. اها. فرطت في الخدمه. اها. يلاه يرجع من خدمته وقعت لي حادثه ديال العافيه الله ينجيك. اها. انا وبنتي ومات لي الولد. لا اله الا الله. ومات لي الولد عندي 6 سنين. وانا مازال كنعاني دابا بالحروق و لا اله الا الله محمد رسول الله. وبنتي عندي 6 سنين. فاش نقدروا نساعدوك اختي حليمه؟ فاش نقدروا نعاونوك؟ الله يرحم والدينا. انا مريض حسن الثانية، بغيت معنويه انا ماديا الله يرحم اللي كان شي طريق ليك ولا المهم اي حاجه ممكن ديرها لي ويرحم الوالدين. لا دابا غير بشويه دابا باش الدار طالعه هابطه وعمليه زميل مكلفه ولا اله الا الله محمد رسول الله. دابا شوف غير بلاتي، دابا نعاونوك في الاطباء وفي الادويه، هذا الشيء ممكن نطلبوا على الجمعيه. فين دابا نحن محروق اليوم في اليوم؟ انا كان لا حول ولا قوه الا البنت اللي دينا الوجه. دابا انتم في الدار البيضاء ولا في الرشيديه؟ في الرشيديه. اييه. وعندك فين تجي للدار البيضاء ونشوفوا مع الناس يعاونوك هنا الدواء؟ لا لا تنقول لك التفاصيل، مشينا دابا تعالج في مريفي. ها؟ انا تعالج في مريفي. تعالجتي في مريفي في المستشفى العسكري. والبنت الدواء للدار البيضاء ديك الساعه. هاد الشيء امتى هاد الشيء؟ راه من 2013. من 2013. اييه، ولكن هي مازال حيد ولا دابا ولا شويه الوجه دابا لاباس على التفاش وداك الشيء، ولكن محتاج العمليه وداك الشيء اللي كيقول لي الدكتور. طلعت كنطلعوا كنهبطوا في النهايه، قال لك ما عندي ما ندير لك، الا بغيتي تمشي للكلينيك الكلينيك، ولكن نرجع للكلينيك ما عندناش. لا شوف واخا حافظ دخلك معنا، غنرجعوك للسطون دخلك معنا. غادي نشوفوا راه كاين واحد العمليه سمايل، كاين حتى اطباء اللي كيساعدوا معنا يعني كيعاونوا. وغادي نتصلوا بك ونطلبوا الحباب، واي واحد انتم غير وجدوا لاله حليمه وجد الملف ديالك فعلا. يكون موجود في الانترنت، يعني شوف شي واحد تما في شي سيبر في الرشيديه يصور لك كل شيء، صور العمليات اللي داروا الادويه اللي كياخذوا العمر. هذاك الملف ملي يتصلوا بكم نقول لكم صيفطوه لنا في الانترنت، هز هذاك الملف راه كيتهز بياج جوان وصيفطه لينا باش حنا نعطيو للناس كل واحد يشوف تخصص ديالو. اللي ديال الجميل جميل، اللي ديال القدره اللي ممكن هذا، وديك الساعه نعاونك باذن الله نتمنى لك الشفاء ان شاء الله. نواصل دائما باقي المكالمات معنا. سي رشيد من الدار البيضاء. الو 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 سي رشيد، انقطع الخط. استاذ قبيله كنا كنتكلموا على الاستقلاليه الماديه، واش يعني الشخص اللي عنده مثلا استقلاليه ماديه
ضروري انه مثلا تكون عنده استقلاليه في اخذ القرار ولا العكس ولا ماشي بالضروره؟ لانه احيانا كنعرفوا اشخاص اللي عندهم استقلاليه ماديه ولكن ما عندهمش القدره انهم ياخذوا القرار. هو العجز والاعاقه كيكون معك واحد الشخص يا اما زوجة يا اما زوج يا اما العائله وتعرفوا هذوك ناس اهل ضعف، هذوك ناس ديال الضعف، عندهم ضعف. احنا ما داويينش على هاد الناس اللي عندهم مرض ولا، احنا داويين على شخصيات اللي كتعتبر نفسها متزنه متزينه. ف ملي غتزوج هاد الفتاه، باش نبقاو في اطار الحلقه ديال اليوم، ملي غتزوج هاد الفتاه او لا غتطمح في واحد المجتمع اللي قرات فيه واشتغلت فيه وخدمت فيه، احنا مازال ما كنقولوش راه هذا حرام ولا لا، داخلين حنا في خانة الحلال والحرام، احنا داخلين اش كيعني اش كيعني. كاين اللي يحللها بلا نون ريزوليسيون دو ستاد اوديبيان. انا قريت مقالات على عند في ليكول بسيكاناليست كيحلوها على اساس لا نون ريزوليسيون دو ستاد اوديبيان. لقيت في بلاصه اخرى سي دو لانسيست ايماجينير كو لو سوجي. انا اليوم جيت في واحد البلاصه ليكول بسيكاناليتيك عندها تفسير ديالها، ليكول كومبورتمونطال عندها تفسير ديالها. دابا حنا في واحد الخانه اخرى ديال اضطراب الشخصيه، واش نقدروا نشوفوها من سلوكات اللي كتبان سلوك طيب؟ هاد الافه اللي وقع في العالم ديال التطرف مني خرجت؟ مني جات؟ جات من عند ناس كيتبناو الاسلام كدين، ولاني المجتمع اللي فرز هاد الافراد اللي تبناو الاسلام كدين ما بقاوش في واحد المستوى ديال الاستنفار فكري، لان مشاو لهم هذوك الناس لواحد العمل طيب اللي هو الدين. بالك في باغي نوصل هنا، لان العمل اللي كان غيكون طيب راه باش بالعاقبه ديالو، راه ماشي في البدايه ديالو. احنا في المجتمع العربي بمجرد ما تعلن العنوان ديال العمل كما كان طيب صلاه زواج، كنزلوا واحد المستوى ديال استنفار فكري، ما كنبقاوش كمجتمع مستنفرين، كنقولوا ايوا صلاه ايوا كذا. هما كذلك مجتمع اخر بالنسبه لهم واحد متزين هو اللي عنده مراه وليد كيشرب واحد شويه، كيشربش بزاف ولكن كيشرب واحد شويه، ما كيزنيش بزاف كيزني عامره واحد شويه. فبالنسبه للمتزين هو اللي كيشرب واحد شويه وكيزني واحد شويه. لقيت اللي غادي يدخل عندهم لا بيدوفيلي وغادي يبداو ناس كبار كينعسوا مع ولادهم وما يتسطاو، لانهم حطوا المرجعيه ديال المتزين هو يشرب شويه ويتصاحب شويه ولكن ما اطروهاش. سيدي ما توصلش لهاد البلاصه، ما داروش ديك ما توصلش، لان هما عندهم ثقافتهم في اللا ممنوع، الممنوع هما ضده اللا ممنوع. فلهذا في السينما ما يمكنش يدير لقطه بلا ما يلاصقوا جوج بوسهم، لانه الا مشات ما لاصقهمش معناتها راه يمثل لواحد المجتمع اللي ماشي لايك، لا خصو يمثل العلمانيه. فملي كيديرها منتوج علماني داخله فيه لا سيكسواليتي ليبرال، داخل فيه تقاسوا لهم الدراري، تقاس لا بيدوفيلي محمق، تتقاس لهم ديك الممود العين للمجتمع عاد استنفار. اذا انا في هذا الباب هذا انا كنقول للمجتمع وكنقول للمواطن خليك في استنفار فكري، لان تعرف الامور صالحة ولو بدايتها طيبة في العاقبة ديالها. انت ما غتعرفش العاقبة، الله اللي كيعلم الغيب، احنا ما نعرفوهاش، ولكن ملي كنعرفوا التركيبة السليمة من التركيبة المضطربة او المرضية كنعرفوهم دابا العلم هو تعرفنا بهم. ملي كتشوف هاد الشخصيات اللي عندهم هاد لا بيرسوناليتي استريونيك، أتلاحظوا معي غنعطيكم بعض المؤشرات اللي كيخدموا بها لي سيانتيفيك في هذا الباب. تيقول لك هاد لي بيرسوناليتي هادو استريونيك، تيقول لك المظهر والسلوك كله يثير الشغف الجنسي.
المظهر والسلوك كله يثير الشغف الجنسي. تيقول لك هذا السلوك هذا ماشي فقط موجه لغرض محبة أو لغرض نكاح، ولكن موجه لجميع الأشخاص بدون تمييز. يعني تقدر مثلا المرأة بغى واحد الراجل، يا إما تزني معاه يا إما تزوجه، فكتنوض كدير واحد الصورة استيتيك، كتلبس واحد اللباس وكتماكيي وكدير واحد السلوك كتلحن صوتها وهذا لهذاك الشخص فقط. تيقول لك العلماء لا، في لا بيرسوناليتي استريونيك ماشي فقط موجه هذا السلوك اللي فيه الإثارة والشغف الجنسي، موجه لأي شخص صغير كبير شيباني متوسط طمرها راجل. كتلقى واش المجتمع العربي دار فضيحة هذه المصيبة هذه. تيقول لك هنا هاد الأشخاص عندهم إثارة كبيرة واهتمام كبير بالأجسام ديالهم المظهر ديالهم الخارجي بركة. تيقول لك هاد الأشخاص في كلامهم محتوى الفكري ضعاف جدا، كيهتموا غير بالظواهر وتفاصيل الأشياء بركة عليكم. تيقول لك هاد الأشخاص تقاس ليه الصورة الاجتماعية أو تقال عليه شي حاجة كينهاروا بالبكاء وكيتدمروا كأنها وقعت فاجعة بركة عليكم. تقول لك هاد الأشخاص يمكن لك توحي لأي فكرة تأثر عليه، يجي في المجال الفني ديالو ولا في مجال الصورة ديالو ودخل معه في الحوار وينساق لك، سبحان الله غتكوني غزالك ودرتي عملية نيفك، وغدا غدير العملية نيفها، سبحان الله غتكوني غزالك ودرتي شهبة، وغدا غدير شهبة، سبحان الله غتكوني غزالة. تخيل واحد 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 المغنية مغربية اللي اعتار بواحد الصوت ومبقيتش نقدر نشوف في وجهها ولا كنسمع ليها، تخيل بقيت ولات كتفكرني بواحد البيرسوناج اللي كان كيتحارب مع باتمان، هذاك البيرسوناج ديال لو كلون. البيرسوناج ديال لو كلون هو فمه مشرق ودير واحد العقار احمر ومشبد فمه ناري. كنشوف هذيك المغنيه المغربيه وكنشوف هذاك البيرسوناج ديال الكلون ديال باتمان كيبان ليا بحال بحال، باش كندير كندور بحال كوجي بقى عطار بالصوت بون مزيان. ما عرفتش انا هذا الاستيتيسيان واش عنده اللي دار لك عمليه لفمها، واش بعدا هي عندها وعي بالفم؟ ما الله يحسن يا ربي يا ربي يسالوك السلامه والعافيه. اذا دابا حنا اللي كيهمنا اليوم هو نجعلوا هذيك الفتاه اللي خدامه كتحلم، اللي خدامه كتحماق بوحدها، تعرف انها كتحماق، راه ماشي بالصح. حيت لو كنتي على وعي بنتي ديال 19 ودير 20 غتخيل واحد النوبه ديالني، واحد الفتاه تخطبوها الشباب، تخطبوها الناس، طار بالجمال طار قرايه، امها وباها كيحبوني الله يجزيهم بخير، قال لك ودي نجي نذكروا معاك. فالمشكل انها كتاجل دائما الخطبه ديالها. انا قلت لي مودي هذه مساله خاصه بها، راه نحشم انا نسولها، قالت لي لا راه هي امها والبنت بركه معنا، قالت لي عندها 23 عام. لا استاذ راه هي بغات رايك. قلت لها وتفضل يا بنتي شنو السبب؟ قالت لي شتي عمي الدريبي، قالت لي عطاني ربي واحد الطرف من الجمال، عطاني ربي واحد الطرف من الذكاء، عطاني ربي واحد الطرف من المعقول، قالت لي وما تنحس بتوجه هاد الاشخاص حاجه. انا عجبته، قالت لي ربما الصوره ديالي شافها ولا شافني وعجبته، ولكن قالت لي ملي تنبرك معاه تنذكر معاه قالت لي ما كيتيرش في نفسي شي انجذاب. قلت لها ما عمرك تلاقيتي شي راجل تعرف نفسك انجذاب؟ قالت لي تلاقيت، ولكن كلهم زوجي. قالت لي هادوك اللي كيتيروا في نفسي انجذاب وكنتمنى انه يخطبني، قالت لي كنلقاه مزوج. ومنعت نفسي، شوف 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 شو شو الذكاء، ومنعت نفسي انا نهتم، لان ما باغيش نقرح شي مره اخرى اللي تسمى خديت ليها راجلها حيت انا دخلت كذا وصغيره وعطاني ربي شو ابدا. قالت لي كنتمنى كيف هذوك النساء جاب لهم الله هذوك الرجال اللي فيهم هذيك الميزه اللي تارتني حتى انا. قالت لي وهذا الامر والديا ما بغاوش يتفاهموا، باهدكي قال لي هيك ما كيعجبك حيت مزوج. قالت لي هبا كتظن ان هذا الاحتمال ما حللتوش، راني حللته، ولكن بابا قالت لي واش الزواج اللي جعلهم يكونوا هكاك ولا هما هكاك بعد ما تزوجوا؟ هذه ما عارفهاش، الا قدر الاستاذ يعاوني. تخيل شوف الذكاء في الغداء. اذا دابا هذه عندها الصبر على الحرمان، عندها تأني، عندها خوف من انها تظلم وحده اخرى، عارفه تاثيرها وما مستعملهاش،
هذه عرفتنا بانها ما هيش اون بيرسوناليتي ديبوندونت، ما هيش اون بيرسوناليتي استريونيك، ما هيش نارسيسيك، ما هيش ما هيش ما هيش، هي شنو؟ هي الكيس من داع نفسه. تخيش غيبقى دازت واحد 4 سنين قرابة 5 سنين كتمشي لواحد الدولة في الخليج تقضي واحد الغرض، كتلقى واحد المعريض دولي يدير هذيك الدولة في الخليج، كتمشي لهذاك المعريض كيجي واحد الشاب هي تتسحبو كوميرسيال، هو بريزيدون ديال ميتي ناسيونال، كتسحبو كوميرسيال كيجي كيقدم ليها المنتوج كذا وكذا وكذا، اهتمت هي واحد المنتوج تاع هذيك الشركه اللي هو الرئيس ديالها، هي عند بالها راه سو كوميرسيال. قالت لي انا عجبني هاد الاله وهاد كذا وكذا، اجهزه اللي بلا ما نوصفها لان قريب المجال ديالهم، الات كتسوى ثمن صحيح ما كاينش لا خدا العنوان ديال المغرب، الالات كلهم جاو المغرب، دخلوا حتى للدار عندنا وصلوا. كتهبط السيده كتلقى واحد لاكات فيزيت فيها السيد كذا وكذا وكذا، الالات اللي عجبوك راه هادي من الرئيس ديالنا. دازت مده هذاك الشاب غيسلم، ماشي مسلم غيسلم، وقال لي هكا، قال لي ها خصك تشوفني انا مسلم عام عامين، لان ما سلمتش انا قبل تقبلي الزواج، انا سلمت لانها لقيت عندكم واحد اشخاص ثقافتهم كيتكيسوا، ثقافتهم كي ما كيتبعوش الفلوس، قال له لقيت ناس اخرين عندكم مستعدين يضحيوا بدينهم على ود الفلوس، ولكن قال لي ها انتم هاد العائله هادي وهاد الناس ما مستعدين ضحيوا هكا على، قال لي ها الا ما جيناكمش في المقام المبادئ ديالكم ما توافقوش. تخيلت تعاود لي السيده قالت لي انا راه ما فقاش عليك، قال لي ها ما سوقكش انا تتقنعي بيا، عمرك تشوف تزوجاته مشات لبلاد اجنبيه ولده معها جوليدات، تتعاود لي يوميا قالت لي شوف استاذ كانني الله تلقيته البارح، كل نهار كل ليله قالت لي كيعطيني عربون ديال كيحمد الله على تلقى بها. تخيل دابا كون ما حطاتش هذاك التكايسات كون ما تبتاتش، حيت دابا كيسحبوا بعض الناس بان الله ما كيتصرفش في المقام، كيسحبوا راه كيتصرفها في الشتاء وفي الريح وفي الشمس، كيسحبوا ما كيتصرفش في الزواج، ما كيتصرفش في الذكاء، ما كيتصرفش في الولاد، الله كيتصرف في كل رقيقه في كل صغيره في كل كبيره في حياتنا، غير كيتخفى. اش هو يصف نفسه سبحانه وتعالى؟ كيتخفى حتى كيجعلنا نشوفوا القدر، كنسحبوا حنا القدر ماشي هو، وراه هو صاحب كل شيء. شتي هنا اللي بغى صالح المجتمع يشوف واش نفسه صالحه ليه بعدا هو، واش نفسه صالحه للناس. اما لك انت باغي غير تكون عندك الصيفه مزوج غير تعمر البلاصه، ما شفتيش واش انت نفسك مريضه ولا مضطربه ولا ما صالحاش، ما شفتيهاش ودخلتي غتأدي بها الزواج وغتأدي بها الاولاد، ما تظنش ان الله يكون معك. غادي ناخذوا مكالمه اخرى معنا مريم من مكناس، معنا فاصل واخا غادي ناخذوا فاصل ونرجعوا ناخذوا اخر مكالمه، خليك معنا مريم. نواصلوا معنا مريم من مكناس، شكرا لك مريم، مرحبا. لا مرحبا مرحبا مريم، الله يسلمك يا استاذ، انا فرحانه هذا النهار بانني توصلت انني نهضر معك. مرحبا بك اختي مريم، مرحبا لك. الله يسلمك يا استاذ، الله يبارك فيك. استاذ انا عندي واحد طلب ان شاء الله لقدر نسلب بالي، وكنتمنى انك ما تبقاليش وجهي اختي لا قدرت، علاش لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والله كان لا انا لا اكلف احد، ما قال لك انا ما عنديش المشاكل ديال الدنيا، انا ما عندي ماشي مشاكل نهائيا، انا عندي بغيت نولي تلميذة ديالك. الا بغيت نقرا تحليل. شوف انا بديت مدمنه، ما شوف كتلقاني في الدار. شوف ما بقاش ممكن انني ندخل على داك البرنامج. شوف لاله، شوف الله يعطيك الصبر، شوف الله يسترنا كاملين. الله سبحانه وتعالى راه تيوضع العباد ديالو في الموضع اللي يديو فيه ويعطيو فيه بلا ما يأدي ولا يتأداو. أيه. فدبا الله سبحانه وتعالى سير قرا الكفاءة، سير شنو الكفاءة؟ يعني واحد العمل تتأديه في يدك، بحال الطبخ كفاءة، بحال الهندسة كفاءة، بحال الرسم كفاءة، بحال الإعلاميات كفاءة، خصك كفاءة في يدك، وهذيك الكفاءة خصك تفيد بها الناس، تعطي بها تقري بها ولا تعلم، خصك كفاءة في يدك. مثلا معلم قباس كفاءة، معلم نقش كفاءة،
اخي عطا كفاءه باش تقول لي ما مكليش نتعلم. نعم لا 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 كنعطيك كنعطيك كفاءه في الدات تكون عندك كفاءه كنعطيك الخريطه الخريطه اللي بغيتي تتعلم بسلامه. نعم اما لا بغيتو تعلموا بلا سلامه راه كيديروها راه كيديروها كيجيو بالاصول. اه باغي تعلم بالاصول بقواعد خصك 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 الكفاءه. وملي تاخذ ماشي شويه بزاف قالها لا لا شنو هي الكفاءه والكفاءه اللي انت ميسترالك واش استاذ الرياضيات ولا طباخه ولا خياطه خصك كفاءه وهذيك الكفاءه علامه التيسير ديالك هي كتفلح فيها كتربح منها فلوس هذيك الكفاءة ماشي واحد الشخص بارك كيمشي يشري كتوبة ويمشي تقيد في واحد البلاصة ويبدا يقرا ويجي يقول لك انا باغي نحلل وباغي ندير. لا 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 انا ما باغاش الكفاءة هي الاولى خصها تكون باش كتكون علاش حنا ما عندناش مؤسسة دينية ما عندناش مؤسسة دينية بالشكل اللي عند الكنيسة واللي عند اليهود حنا عندنا وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اتبعوا معايا ما كاينش واحد الوظيف اللي هو وسيط بينك وبين العبادة دابا بغينا نصليو اي واحد فينا ها بالغ ورشيد ايمان المسيحيين ما يقدرش يصلي بهم شي واحد لما كاش بخيت ما عندناش حنايا وظيفه الوساطه الدينيه ما كايناش واش تيملي ما عندناش هذه راه حتى الاخرين ما عندناش شنو اللي عندك عندك الحال دابا شنو الفرق ما بيني انا واحد بسيكولوج واحد بسيكياتر بسيكياتر عنده الوظيفه بسيكولوج عنده الوظيفه انا عندي الحال الصيفة اللي كنشتغل بها مستشار في المقاولة عندي مقاولة مقادلين لها أمورها القانونية فأما الحال هذا اللي كيسمع المغاربة في الإذاعة يجي عندي المكتب ما عطيش لي يجي يقول لي أستاذ لك الشيء كذا لا ما عطيش لك ما عنديش الصيفة ديالو أنا ما بغيش الصيفة ديالو أنا سقلت لا صيفة لهذا الحال لا صيفة فالوقت اللي كيسمعوا المستمع وتيحبوا وتيبغي كيبغي ياخدوا خدوا منك الراديو هاي الأخت عيطات عرفتي شحال من إيميل كانت توصل بحال هكا يا لالا مريم كيعيطوا لي كيكتبوا لي يا شباب الله يخليك بغينا نكونوا دي ديسيب ديال كذا لا كرفض لا علاش لأن هذا الحال هذا هو حال ديال السعي ماشي حال ديال لي فونداسيون كاين دي بيرسون اللي كيدير الحال وكيديروا دي فونداسيون كيمشي كيأسس واحد ليكول بونسي دارها جاك لاكون خرجته في حيط دارها فرويد خرجته في حيط درت هدولته وخرجتها في حيط دريبي كيفهم عنده الفكر الوازع باتي معايا انا ما غنفهمش حسب جاك لاكون خرجته في حيط فرويد خرجته في حيط كاع اللي مشى دار لي فونداسيون بالحال خرج في حيط دريبي عنده الفكر الوازع المرشد ربي ما من الوازع هو ها كنتعلموا من الاخطاء الكبار سبقونا ملينا مصدي جاك لاكون خرجه في حيط دولته خرج في حيط فرو خرج في حيط الاخر خرج في حيط كاينش اللي مشى دار لي فونداسيون الحال يخرج في حيط مزيان اذا انا حيط ما دايرش الصفه ما دايرش مؤسسه الا الحال شنو هو الحال الحال هو تنعيشوه في هذيك اللحظه دابا شي ساعتين ملي كندخل الاستوديو ها تندخل تنتهز كلي تنحيد مخي كنحيد عقلي وتنمشي في الحال ديال الحلقه تنجذب مع المغرب يدخل معايا نتبعو في ما مشى طلع معاه هبط معاه داب دوب معاه تبخر معاه شعل معاه فين ما مشى نتبعو ديك الساعه انا ما عنديش الوجود انا لا وجود ما بقاش عندي جسم ما بقاش عندي ذات كنولي ذرات السؤال اللي غيطرح هذاك الشخص ما كنشوفوش السؤال كنغمض عيني كنولي دلفين الدلفين كيشوف صوره ايكوغرافيه بودنه تاني شي كندير كتشوفني لسانه كنغمض عيني كنتبع صوته كنتبع الطبقه الصوتيه كنتبع المقام الموسيقي كنحس بعاده التنفس اللي كيتنفس كنشوف الشعيرات ديال عينو كيفاش كيتحرك وتا كتهضر لي دار لي الصوره قدامي ملي كنقشع الصوره ديك اللحظه ما عطيش حقيقه مطلقه غنعطي حقيقه ديال التقاطي للصوره الصوتيه الفكريه التنفسيه النفسيه الروحيه ديال هذيك الدقيقه اللي دابا معايا فيها صدقت اللهم لك الحمد زقلت نسأل الله السلامه والعافيه ولاني مقام اللي خدام فيه انا ماشي خدام باغي نبين العضلات ديال شي حاجه قريحه ولا مقال اللي بقى من الصدق انا باغي نوصل للصدق فاول واحد دخلته للتشريح هو انا شديت راسي ومشيت لعند الناس ما قلتليش علمني لا قلت ليه يمكن لك في هذه الكفاءه هذه تسقلني في كفاءه الكتابه في كفاءه القراءه
في كفاءة السنتيز، في كفاءة ديال نحل المواضيع في هذه المادة، يمكن لك تسقلني في هذه في هذه، كنمشي نتسقل عند المعلمين. لقيت اللي كيسقلك كتخلصوا كتمشي مع المدة، هذوك السقلات بقاو كيجتمعوا بحال المجرات، كيجيو بحالك واحد النجوم في واحد المجرة كيجتمعوا، بقاو كيجتمعوا في واحد الزمن معين ما كنت نعرفه، كنت نعرف فلقيت راه ندخل الى ما عرفش، وما وبالنسبه لي انا ما كيعني لي والو، انا اللي كيهمني ولاد المسلمين يقراو، ولاد المسلمين يعيشوا بخير وما يكونوش حمقين وما يكونوش مصدين وما يمشيوش للحشيش وما يمشيوش للعنف، هو اللي كيهمني يتنجم عند الله يريد. فلقيت اللي كيجي واحد الحال وتيصدق داك تسحب راني فرحان به ودير به سيفي وحطه في فيسبوك ولا، كنقول له يا ربي اللي سلكتي البارح سلكو غدا، كنطلبوا لي حنا سلكت يوم ما عارفينش غدا بعد غدا واش غيبقى الحال ما يبقاش. فملي كيجي واحد يقول لك انا علمني، اش غنعلمك وحنايا كنطلبوا مولانا، ولكن في الكفاءه ما رحمكش. وهنا في غادي نعقر لواحد، حتى انا خايف الحال ديالي، لقيت اللي نشد لواحد نقدر نقلب ليه في الكفاءه ديالو ونلقاه ما رحموش، نطحنوا نعصروا، شكون اللي يصبر؟ شحال من واحد راه هز الكعاوي مشى كيجي حفيان. مرحبا، شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع للبرنامج بكل وضوح. لكم تحيات سابر فوندا اللي رفقنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية. نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. بكل وضوح، بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك دريبي. الاسم ديال الأب والأم باش كيتصرفوا الآخرين، راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجة سحرية يدخل سلحفاة غيبقى سلحفاة. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر، تحت هي اللي هذه المنع النفسي، هي المنع النفسي هو الأب والأم من 3 سنين فوق عندها الحكو في ولادنا، راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب كياكلو، باش كياكلو بشخصيته بقوة شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6 إلى 8 مساء. بكل وضوح برنامجكم المفضل